وعندنا دلوقتي سؤالين في الأدب، وأول سؤال إسنا الأقصر أدب، والسؤال هو كاتب مصري معاصر مؤلف رواية أمواج أكمة، فمن هو؟ اتنشرت في 2020، ده الجزء الثالث من ثلاثية قواعد جارتين. إجابتك يوسف زيدان. يوسف زيدان إجابة خاطئة. قواعد جارتين دقات الشمو. إبراهيم عيسى. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: عمرو عبد الحميد، محمد صادق، هشام الخشن، أشرف العشماوي. الإجابة الصحيحة عمرو عبد الحميد. السؤال الثاني في الأدب.